بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، هذا عرس جماعي نتمناو كاع شباب المدينه المحمديه وشباب العربي كافه، والاستقطاب كامل الشباب العربي باش يتحولوا من يتظاهروا باش يتحولوا مزيان، يكون عندهم الاقبال باش يكون عندهم تحويل وفي دماغ يعني جميل جدا يديروا بحال هذه، يعني كيساهموا في اطار التنميه البشريه، وهذا زوين جدا وجميل، يعني باش حتى الشباب ما يمشيوش لشي حوايج اللي هي غادي تخليهم يعني وخليهم ساهلين. انا عايز جمله مفيده، قول لي جمله مفيده عشان افهمك. مش انت انا مع كل معنى الكلمه، انا مع الصفحات ومع هذه الاجابات ديال هذا الجماد الاعجاب اللي كاينين في الصفحات ديال صفحه الفيسبوك. كاين شي صفحات تستحق الاعجاب بس الصفحات ما يستحقوش، ولكن حنا هضرنا على الصفحات على الصور ديال القبولات. واش انت معها او لا؟ ضد بات كل ضد، ما غير متناول الجانب. نهار اسود ايه ده يا جدع؟ ده الواد منصور مال ما بيجمعش. زوجة عجبتني كل شي فيها مزيان، وانا فيا البرد، هو دابا راني كنحيد عليا البرد. الله يا ربي. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. وأول مرة سمعت البرد قتلني الثلج. فيسبوك رياضة ممتازة، رياضة ممتازة، رياضة ممتازة معتبرة، كيحبها كنحبها من الطفولة ديالي في ليكول ديالي، بعيدا عن الفوتبول وعن الفوكونتاك وعن الجيم باركور. رياضة معجب بها بزاف من الطفولة ديالي وانا مربي بها على العائلة ديالنا وكلشي. يبقى هو بس يا مرسي، هو ده كسوس، ده شكل جواسيس ده. هو اللي بيكاس على وصل عفت من الاخبار لابوه بيديها لعفت، وبعدين ادوها لاذاعه البي بي سي. طلع الانجليزي اللي معاك يلا. ايش دعوه يا مرسي؟